خلينا نكمل موضوع ميسي، لان ميسي تحديدا لو هنتكلم بالارقام، لغه الارقام بقى، لو هو لعب بالارقام امام منتخبات اسيا في مسيرته قد ايه؟ هو مباراه النهارده بتعتبر مباراته العاشره امام منتخبات القاره الاسيويه، سجل فيهم 4 اهداف في منتخبات القاره، من بينها هدف واحد كان في لقاء اقيم في بطوله رسميه، مقابل 3 اهداف في مواجهات كانت وديه. طيب لو هنتكلم بالدقائق، انا مش هتكلم بس بالارقام عادي، انا هقول لك كام دقيقه هو لعب بالدقائق يا كريم. 772 دقيقه وراجعوا ورانا الكلام ده، شهدت مساهمته في 4 اهداف، ويعني المواجهات دي يعني سجل منها 4 وصنع 4 خلال 9 مباريات كمان سابقه. فالنهارده هنشوف، وده السؤال بقى، هل ميسي هيسجل ولا لا؟ ولو سجل هيسجل كام هدف؟ وايه المنتظر من ميسي؟ والاداء هيبقى شكله عامل ازاي؟ والدنيا كده او المؤشرات زي ما انت قلت، فكره ان هو يعلن عن استعداده، الموضوع ممكن يكون مقلق شويه للفريق الاخر اللي هي السعوديه، ولكن في نفس الوقت على ارض الملعب ممكن الامور تتغير تماما. يعني زي ما اتقال كده، يو نيفر نو، دايما في مساحه لوجود مفاجآت غير متوقعه، وبالذات في كاس العالم. انا بتفق معاك، فهيبان النهارده، بس نتمنى ان احنا نيجي بكره ونتكلم عن حتى يعني الاداء الرائع اللي كان للمنتخبات العربيه النهارده. نتمنى ان احنا حتى بكره نيجي نتكلم على ده، مش نتكلم ان هي هزيمه او سكور وحش ويبقى في هاي سكور للفريق الاخر. ده اللي انا كل اللي برجوه كنهواني يا رب. ان شاء الله ان شاء الله خير.